تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي تم الإعلان عن تفاصيل أكبر بطولة لناشئ الإسكواش في الشرق الأوسط، واللي هتقام بمشاركة 600 لاعب من 12 دولة حول العالم. طبعا أنا بشكر الاتحاد العربي والاتحاد المصري على يعني الشرف تنظيم البطولة دي، ادونا حق تنظيمها لثالث سنة على التوالي. البطولة بتكبر في بالما هيلز كل سنة عن السنة اللي وراها. الحمد لله السنة دي في 537 لاعب ولاعيبة من أكثر من 12 دولة، في دول جديدة بتشارك معانا. أنا سعيد جدا ويعني برحب بيهم، في بطل الصين وثالث على آسيا موجود معانا، في لاعب الإكوادور بطل الاكوادور تحت 17 سنه من ساوث امريكا. فبتبص تلاقي مدارس جديده للسكواش المصري، لان معظم الدول دلوقتي بقت بتركز على الجونيور بروجرام وعلى الناشئين وعلى الفيوتشر، فاحنا عايزين احنا كمان نحافظ على التقدم اللي احنا فيه في بالنسبه للرجال والسيدات من خلال دعم الناشئين. بشكر طبعا الاتحاد القطري للسكواش على التجربه دي، وهي مفيده للكل يعني اللاعبين المصريين واللاعب القطري. الاحتكاك مهم جدا. المنتخب السعودي اخويا وصديق عمري، طبعا رئيس الاتحاد الدولي للمحترفين الشيخ زياد التركي الداعم الاول للاتحاد في العالم، والاتحاد السعودي بصفه خاصه، والاتحاد المصري لانه عاشق مصر. البطوله هذه تضم 537 لاعب. ال 537 لاعب يلعبوا على شكل يومي في هذه البطوله، لكن ان البطوله بقوتها بدات تكبر كل يوم. يعني وصلنا اليوم الى 537، وان شاء الله نتمنى نوصل الى 600 و700 ان شاء الله. البطوله دي يعني هي بطوله قويه جدا، بتبقى فيها جميع الفرق العربيه، ان احنا بننزل قبلها معسكر بنلعب مع لاعبين وبنشترك في البطوله. بيبقى فيها من الميزه اللي فيها ان هو مش خروج المغلوب، بيبقى فيها دوري، فبيدي فرصه للاعبين ان هي تلعب في البطوله دي يوميا لغايه نهايه البطوله. طبعا هو مبدا الاساسي ان شاركنا في البطوله دي لعدد المهول اللي في البطوله والجنسيات المختلفه ومدارس السكواش المختلفه سواء المصريه او الهنديه او الامريكيه، فدي تدينا فرصه ان احنا يعني نطور نفسنا وننافس ان شاء الله، عندنا امل من نفسنا ان شاء الله يعني. والله احنا شايفين ان البطولة جدا مهمة، خصوصا ان احنا اول فريق سيدات وناشئات يطلع للمشاركة في بطولة مثل هذه، بطولة عالمية عربية بمصر، فراح تكون مشاركة حلوة وخبرة حلوة للاعباتنا اللي اجتهدوا وتعبوا، وان شاء الله نشوف نتائجها حلوة عليهم وتكون خبرة لهم. كل يوم بتدرب بالمعسكر كثير وبحاول اشد قد ما بقدر عشان ان شاء الله بدي اجيب مركز في هاي البطوله. هي طبعا بطوله مهمه جدا، لان هي فيها نقط كمان في البي اس اي، وهي احتكاك برضو للاعبين من بره وكذا دول. وبالنسبه لي انا حضرت بطولتين عربيتين ودي كانت الثالثه، فبصراحه بطوله كويسه جدا ان شاء الله خير. هلا انا كثير خايفه بس لسه كثير مبسوطه اني اشارك، عشان هاي اول مره بسافر انه بلعب ببطوله برا بلدي وإن شاء الله أفوز. شاركت بالأردن كتير بطولات وما حلفنيش الحظ وكبت مركز تاني، بس اليوم إن شاء الله أجيب مركز. والله أنا متحمس بخصوص اللعب ومشاركتي الثانية، أنا سافرت مرتين مصر وبإذن الله نروح من بطولات خارج الكويت ثانية، وإن شاء الله نفوز ونحقق المراكز. مهمة إن الكويت تشارك في بطولات ونحقق مراكز ونرفع رأس أهالينا والكل. لما نجرب تجربة في مصر، مصر توب في السكواش، فأنا أكسب من المصريين خبرات كتير قوي. بستعد للبطولة اللي أنا ببدأ أتمرن كويس، بشتغل أحسن حاجة عندي عشان أستعد اللي أنا مثلا أقدم مصر بمستوى حلو، وبشوف لعيبة كتيرة جامدين، مثلا بشوف مثلا مين البلاد الكويسة في السكواش. الدولة حريصة على دعم وتطوير مستوى الموهوبين في كل الرياضات، وده بهدف إعداد لاعبين قادرين إنهم يمثلوا مستقبل مصر ويساهموا في تعزيز ريادة الإسكواش والحفاظ على الصدارة بمنصات التتويج. جيرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر.